اه حول هل بوينت تختم على الإسرائيل واصل. احنا سخرنا 2500 شرطي يعمل ليل ونهار هذه 2500 شرطي. كاين بيزي المدني وكاين بيزي الرسمي فيها هذا فيها حواجز زياده، وعلى بالك احنا راه في كونفينمون حتى 11 تاع الليل تحبس، لان يعني فرقه خاصه بمحاربه حامل الاسلحه البيضاء هذه، ومعاقب عليها قانونيين خاطرش اللي يزل السلاح الابيض معروف السلاح الابيض ماشي غير موس حتى عصا حتى احجار حتى هذا باش نفهمه مليح.